حضرة المنية عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد عام الفيل بثمان سنوات وفقا للطبري. وكان أكثر ما يشغل فؤاده حفيده محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، فأوصى به قبل مماته عمه أبا طالب. وكان أبو طالب الأخ الشقيق لعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. فلقي النبي وكان في الثامنة من العمر حينها، لقي عند عمه محبة الأب وعطفه، فكان يعامله كأبنائه وربما أكثر مودة. ولم يقتصر فضل أبي طالب على التربية والرعاية الأبوية للنبي طفلا وصبيا وشابا بمقتبل العمر، بل إن عظيم فضله امتد إلى ما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حين تكفل حمايته من رجالات قريش ومنع أيديهم عنه. فبينما لقي أصحاب النبي من المسلمين الأوائل سوء العذاب من قريش، وأوذوا في رزقهم وعيالهم وطردوا وهاجروا للحبشة، فإن محمدا بقي آمنا في مكة لم يمسسه أحد بسوء، وذلك بفضل مناعة عمه أبي طالب وحمايته له طيلة سنين حياته. هنا سنتحدث عن أبي طالب منذ تكفله بتربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم طفلا، ومرورا بزواج النبي من خديجة بنت خويلد، ومن ثم المبعث النبوي، ومن ثم مماته بعد حصار قريش في شعب أبي طالب. وسنجيب عن السؤال الأهم: هل مات أبو طالب مسلما أم كافرا؟ ولد أبو طالب في مكة المكرمة قبل مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب35 عاما وفقا للعسقلانية وابن حجر. واختلف المؤرخون في اسم أبي طالب، فقال بعضهم إن اسمه عبد مناف وكنيته أبو طالب، وقال آخرون إن اسمه أبو طالب، وقال غيرهم اسمه عمران، وقيل اسمه شيبة. وإذا ما استندنا إلى الرأي الأول فاسم الرجل أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأمه فاطمة بنت عمرو، وزوجته فاطمة بنت أسد بن هاشم، وقد أنجبت له طالبا وعقيلا وجعفرا والإمام علي وأم هانئة وجمانة. بدأت قصة أبو طالب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد عام الفيل ب8 سنوات، وكان عمر النبي حينها 8 سنوات فقط، إذ حضرت المنية جده الذي كان يرعاه عبد المطلب. فأوصى عبد المطلب قبل وفاته أبا طالب عم النبي بتكفله ورعايته من بعده، وذلك لأن أبا طالب كان الأخ الشقيق لعبد الله والد النبي، وكان الأقرب إليه من بقية أعمامه. فوجد النبي عند عمه ما يجده الإبن عند أبيه من مودة ومحبة وعطف ورحمة، حتى قيل أن أبا طالب كان يفضل محمدا في بعض الأحيان على أبنائه، وكان يصطحبه في رحلات التجارة إلى الشام، ومنها كانت رحلته التي صادفوا فيها الراهب بحيرة، تلك الرحلة بتفاصيلها الغريبة المثيرة والتي شغلت الكتاب والمؤرخين. في البداية فإن قصة رحلة النبي مع عمه أبي طالب ولقاءهم الراهب بحيرة قصة مختلف عليها، فقد رواها البعض واعتمدها، بينما أنكرها آخرون وقالوا موضوع باطل، لكننا سنسردها هنا من باب التطرق لكل مشهور لدى الناس متداول. يقول الطبري أن أبا طالب قرر الخروج مع ركب من قريش إلى الشام تاجرا، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير تعلق به محمد صلى الله عليه وسلم، فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، فخرج معه في القافلة، وكان عمره حينها 9 سنين فقط. فلما نزل الركب في بصرى من أرض الشام، وهي بصرى التي تتبع حاليا لمحافظة درعا السورية، فلما نزل الركب في بصرى لمحهم راهب نصراني يقال له بحيرة، كان يتعبد في صومعة له هناك. وأشد ما لفت انتباه الراهب ذلك الصبي في الركب والذي تظله غمامة من دون القوم، وحين نزلوا إلى شجرة يستظلون بها مالت الأغصان على الصبي لتظله دونهم،
وكان الصبي بالطبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فنزل الراهب إليهم من صومعته ودعاهم جميعا إلى الأكل عنده، وبقي يرقب محمدا الطفل مراقبة شديدة، ثم تقرب منه وصار ينظر إلى أشياء في جسده. فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا صار يسأل النبي عن أشياء فيه، ثم نظر بين كتفيه. ويقول الطبري نقلا عمن يروي عنهم أن الراهب وجد في أجوبة النبي وفي العلامة التي في ظهره ما وافق لما عنده من صفة النبي، فقال لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ فرد أبو طالب: بل هو ابني. قال الراهب: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ فقال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، ارجع به إلى بلدك واحذر عليه من اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن له شأن عظيم، فأسرع به إلى بلده. فخرج به عمه مسرعا حتى عاد به إلى مكة. وكما أسلفنا فإن قصة الراهب مختلف عليها بين الإنكار والإقرار. يذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك أن النبي تزوج من خديجة بنت خويلد وهو ابن 25 سنة، وخديجة ابنة 40 سنة، لكنه لا يذكر أي تفاصيل عن علاقة أبي طالب بذلك الزواج. ويبين أن خديجة هي التي عرضت نفسها على النبي بعدما عرفت منه من صدق وأمانة في تجارتها التي أوكلتها له. ويقول أن النبي فاتح أعمامه لخطبتها، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب وخطبها من أبيها خويلد بن أسد، وقيل من عمها عمرو بن أسد، لكن مصادر تاريخية أخرى أشارت إلى أن أبا طالب هو الذي خطب خديجة لمحمد، وإنه خطب في القوم حينها قائلا: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضأضأ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهو إن كان في قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، اليوم معك وغدا يكون مع فلان وفلان، وهذا يكون غنيا ثم فقيرا، والفقير يصبح غنيا والدول هكذا. وبعد هذا هو والله له نبأ عظيم وخطب جليل جسيم، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. فرد عليه ورقة بن نوفل قائلا: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحدا من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. ثم سكت. فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها. فقال عمها عمرو بن أسد: اشهدوا علي يا معشر قريش إني قد أنكحت محمدا بن عبد الله خديجة بنة خويلد. اقتصرت روايات المؤرخين عن يوم مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما كان منه مع زوجته خديجة وورقة بن نوفل، ولم يتطرق الرواة لأبي طالب في أول أيام الحدث العظيم هذا، بيد أنه بحكم العلاقة الوطيدة بين النبي وابن عمه علي بن أبي طالب، فإن الأخير كان أول من اعتنق الإسلام من الرجال وفقا لبعض المؤرخين. وينقل الطبري عن أبو كريب عن عبيد بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم أن عليا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم وعمره 9 سنين، وقيل 10، ولم يذكر أكان إسلامه سرا دون علم أبيه أبي طالب أم بعلمه ورضاه. وكان علي حين نزل الوحي يعيش مع النبي وليس مع أبيه، وذلك أن النبي قبل مبعثه بسنين كان قد أخذ عليا ليعيش معه، بينما أخذ عمه العباس جعفرا للعيش معه، وذلك بسبب أزمة قحط ضربت قريش آنذاك، وأحبوا النبي وعمه الحمزة أحبوا أن يخففوا عن أبي طالب لكثرة عياله، ووافق حينها أبو طالب وقال لهم: إذا تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما. كما لم تشر كتب التاريخ صراحة إلا ما إذا كان أبو طالب على علم
بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت سرا أم لا؟ بيد أن الطبري يروي تفاصيل جهر النبي بدعوته حين نزلت الآية وانذر عشيرتك الأقربين، ويقول حينها رتب النبي وعلي وليمة لبني عبد المطلب، وكانوا نحو 40 رجلا أو يزيد، وبينهم عمه أبو طالب، وفاتحهم بأمر دعوته بيد أن أحدا منهم لم يستجب له حينها غير علي. ولا يذكر الطبري شيئا عن أبي طالب في يوم الوليمة، بيد إن ابن الأثير الجزري ينقل في كتابه الكامل في التاريخ إن أبا طالب رد على النبي حين دعاهم للإسلام قائلا: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. وأمنعك هنا يعني أحميك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وبالفعل يقول الطبري أن أبا طالب أخذ موقف المدافع عن محمد ولم ينكر عليه نبوته وإسلامه كما فعل عمه الآخر أبو لهب، وبقي مدافعا عن محمد كافيا عنه قريش الحانقة الغاضبة. ويقول الطبري أن سادة قريش حين رأوا أبا طالب هو السيد المهاب في قومه وعند قبائل قريش عامة قد عطف على محمد وتكفل حمايته، ذهبوا إليه، وكان بينهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب والوليد بن مغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونبيه ومنبه بن الحجاج، وقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال أبو طالب لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. بيد أن النبي محمد مضى في دعوته ما زاد من بغض قريش وغضبها، عادوا مرة أخرى إلى أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفيه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، وأنه لم يطب نفسا بتسليم ابن أخيه لهم وخذلانه، فأرسل في طلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني قالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله أن عمه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف في نصرته والقيام معه، فقال صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: يا عمه، لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى وهم بالمغادرة، فناداه عمه قائلا: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه النبي وقال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وحين علمت قريش أن أبا طالب أبا خذلان ابن أخيه ورفض تسليمه لهم، مشوا إليه بوسيلة أخرى، إذ أخذوا له عمار بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمار بن الوليد أنهد فتى في قريش وأشعرهم وأجملهم، فخذه فلك عقله ونصرته واتخذه ولدا فهو لك، وسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، فإنما رجل كرجل. فرد أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فرد عليه المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وهو ابن عم أبي طالب: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. وبذلك يكون أبو طالب قد أعلن صراحة حمايته للنبي رغم أنه لم يعلن إسلامه، فصار النبي في منعة عمه وفي حمايته بما لأبي طالب من سطوة ونفوذ ومنعة في قريش حينها، فلا يجرؤ أحد على الاعتداء على محمد، حتى أن أبا طالب دعا جميع بني عبد المطلب للذود عن محمد، وقد استجابوا له جميعا، من أسلم منهم ومن لم يسلم، باستثناء عمه أبي لهب الذي اتخذ موقفا معاديا للنبي. وذكر ابن إسحاق أن أبا طالب قال شعرا حين أجمع أمره على نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه: جاء
جاء فيه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسدوا في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقرب ذاك منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بيد أن قريشا صبت جام غضبها على الذين آمنوا بدعوة النبي، فصاروا يعذبونهم ويفتنونهم في دينهم. وهنا نصح محمدا أتباعه بالهجرة إلى الحبشة، حيث عرف ملكها النجاشي بأنه لا يظلم عنده أحد. وفي هذا تفسير واضح لتخلف النبي عن الهجرة إلى الحبشة ومرافقة أتباعه، إذ إنه كان في حماية عمه أبي طالب، ولم يكن لأحد أن يمسسه بسوء، فكان آمنا في قريش بفضل عمه أبي طالب، بينما هاجر من خشي على نفسه العذاب والبطش. وكان من بين من هاجر إلى الحبشة عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لما بلغ قريشا فعل النجاشية بالمسلمين وحمايته لهم، وإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب وحماية أبي طالب للنبي، وعندما رأوا الإسلام ينتشر في عدد من القبائل كبر عليهم ذلك، وقرر سادة قريش مقاطعة بني هاشم لدفعهم لتسليم محمد والبراءة من دينه، واتفقوا بأن لا ينكحوا إلى بني هاشم وبني المطلب، ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا وتواثقوا، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا بذلك الأمر على أنفسهم. فلما فعل ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه جميعا باستثناء أبي لهب الذي وقف إلى جانب قريش. وبقي الحصار سنتين أو ثلاثا حتى جهدوا، فلا يصل إلى أحد منهم شيئا إلا سرا مستخفيا ممن أراد صلتهم من قريش. وكان أبو طالب مع النبي إبان المقاطعة، تحمل وهو الشيخ الكبير ما تحمل من عناء وجوع وعزلة. ثم ما لبث أن تلاشت المقاطعة شيئا فشيئا، وزاد الوصل من بعض قريش سرا وعلانية، ولا سيما من بطون بني عبد مناف وأولاد عم بني هاشم ومن بقية أقاربهم من الأصهار والأخوال، حتى انتهت كليا حين اكتشفوا أن الصحيفة التي كتبوا عليها بنود المقاطعة قد أكلتها الأرضة، ولم يبق منها سوى كلمة بسمك اللهم. يقول الطبري نقلا عن سلمة بن إسحاق: إن أبا طالب وخديجة ماتا في عام واحد، وذلك قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام، فعظمت المصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم بموتهما، كما أن قريشا زادت من أذاها على النبي بعد وفاة أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته منه، حتى نثر بعضهم على رأس النبي التراب. وينقل عن النبي قوله: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. مات أبو طالب وهو عند أهل السنة كافرا، ويستدلون على ذلك بأحاديث عدة، منها حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحبك ويغضب لك. قال النبي: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن كثير: وكان استمرار أبو طالب على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه، ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. أما عند الشيعة فإنه مات مسلما مؤمنا بالرسالة المحمدية، ويستدلون بذلك من حديث جعفر الصادق قوله: هبط جبريل على رسول الله فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد شفعك في خمسة: في بطن حملك وهي آمنة بنت وهب، وفي صلب أنزلك وهو عبد الله بن عبد المطلب، وفي حجر كفلك وهو عبد المطلب بن هاشم، وفي بيت آواك وهو عمه أبو طالب، وفي أخ كان لك في الجاهلية.